استنى 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 منتصف نهار 27 من أكتوبر تشرين أول. هذا بودكاست غزة اليوم ومعكم مها الجمل. أهلا بكم. اليوم 87 بعد 300 من الحرب في غزة، والغارات الإسرائيلية لم تهدأ كثافتها على شمالي قطاع غزة، تحديداً في بيت لاهيا منذ الليل، في ظل وضع كارثي تحذر منه الأمم المتحدة، وبعدما انسحب الجيش الإسرائيلي من مستشفى كمال عدوان شمالاً السبت بعد يوم من اقتحامه، وبينما الجيش الإسرائيلي يتحدث عن الإفراج عن مدير المستشفى حسام أبو صفية، يحكي الدكتور حسام أبو صفية لغزة اليوم عما وصفه بتعرضه للضرب واحتجاز عاملين في المجال الطبي وبعض المرضى ومقتل نجله الذي دفنه بيديه داخل أسوار المستشفى. ويصف نازحون من شمالي غزة حاجتهم لقطع قماش بسيطة أكفانا للموتى. وللحرب في غزة يحرم 45 ألف طفل في السادسة من العمر من عامهم الأول في التعليم كما تحذر اليونيسف، وأنامل صغيرة يعوض بها أطفال عن أساسيات العلوم المختلفة. إلا أن حنين حرارة الصحفية الفلسطينية من غزة ضيفتنا في الاستوديو وثقت رحلة نزوحها وتغطيات من داخل الخيام وكيف تلد النساء داخل المخيمات بلا معدات وأطفالا يقفون في طوابير للخبز، لابنة أخيها الصغيرة صبرينا التي لم تفتأ تنتشر صورتها بفستانها وهي تتلمس بأناملها البحر حتى اليوم الثاني وصورتها وهي قتيلة بنفس الفستان. أهلا بك يا أستاذة حنين. أهلا. أولا أنه حضرتك صحفية وكان في تغطية بالنسبة لك لافتة جدا وهي فاصلة ربما لحظات، كنت تقفين وسط أطفال وفجأة تحولتي من أنك تغطي هذا الحدث لأنك بتشاهدي شيء يمكن لأول مرة يحدث معك. ربما كانت التجربة الأقصى على الإطلاق، كانت التجربة الأولى لي بالميدان بشكل حقيقي هذه المرة، وكانت تجربة استثنائية مريرة كونها كانت الأصعب علي، أننا كلنا كنا نغطي من خارج مدينتنا غزة واتجهنا كلنا ب 13 أكتوبر لجنوب غزة لمجمع ناصر الطبي بالأول، بعدين مشفى الكويتي في مدينة رفح. هناك كانت يعني جميع الطواقم تقريبا الصحفية متواجدة بالميدان، بحيث أنه كانت تقريبا الخدمات أشبه أنها تكون متوفرة وأفضل من بعض المناطق اللي هي مهمشة بعيدة عن التواصل والاتصالات شبكة الإنترنت. وأنت من داخل الخيمة كنت بتتنقلي لمناطق مختلفة في داخل المكان، يعني في رفح تقريبا أو في طبعا في إحنا كنا نغطي طبعا بالبداية لما كان مشوار طلوعك من البيت اللي انت فيه بالأساس كان مشوار كتير طويل، بحيث انه انت ممكن تمشي على سير على الأقدام او ممكن تركب عرباية، يعني عزكم الله ممكن تكون حمار او ايا كانت نوع الوسيلة، صعب انك تلاقي سيارة، فكنت تتنقل بطريقة وانت مش عارف هل حتوصل فعليا عملك او حتوصل الوجهة اللي انت رايح عليها بامان او حتكون عايش عبال توصل او لا، نظرا للقصف المفاجئ في بعض الاحيان فتلغى قصص وبتنشا قصص اخرى. وهذا التغيير المفاجئ حدث معك وانت بتتحدثي مع مجموعه من الاطفال في داخل خيمه. نعم. وكان بالأساس هو لتغطية شيء يعني أو تقرير متعلق بأنشطة ليهم للتخفيف. أيوة. عنهم نفسي. كان في مخيم وتحول الشبورة الأمر. صحيح، كان في مخيم الشبورة برفح كنا متجهين نعمل قصة عن الأطفال وكيف ممكن بعض الشباب النشطاء قادرين على أنهم يخلقوا جو من المرح نوعا ما لتخفيف وطأة الخوف في قلوب الأطفال، فكنا رايحين نزورهم ونشوف الدنيا كيف هناك. للأسف تحولت الفرحة إلى
لحظة مأساوية فعليا ولحظة مرعبة بالنسبة ماذا للأطفال. ماذا حدث في هذه النقطة في هذه اللحظة؟ إحنا كنا على وشك يعني إنه نبدأ الستاند وعمالنا منجهز بالكاميرات، كانت الكاميرا ريكورد فعلا وأنا ماسكة موبايلي وعمالي بأصور إنه مبسوطة على الأطفال، يعني استعمالهم بيبدو كده. فجأة صار في قصف سيارة مركبة كانت مرة من أمام المخيم. طبعا إحنا ما عرفنا شو القصف أو شو الاستهداف غير لما طلعنا من عباب المخيم، هو أساسا النشاط كان على الباب يعني، فالمساحة اللي راح تكون موجودة علشان الأطفال يلعبوا فيها هي المساحة اللي أمام الخيمة اللي هي مقابل الباب. يعني أطفال عندك استهداف ورا بعض، صاروخين ورا بعض، ففكرة إنه الأطفال هدول وين يروحوا؟ أنت عبالك يعني تجمعيهم هيك كلهم وتضميهم كلهم مرة واحدة، لأنه كلهم أولادنا وبتحس إنه أولادك وبتفكر فيهم وفي أولادك في نفس الوقت، بتحس حالك في تضارب فكري. يعني أنا هيني سامع صوت الصواريخ، طب أنا حرجع لأولادي أو أنا مش حرجع، أو حرجع ومش حلاقيهم والولاد هدول. فكانت الفكرة إنه قديش تحولت لحظات اللي هي سرقة لحظة من الفرح لهدول الأطفال للحظة مأساوية. طبعا صرنا كلنا ندور على بعض لأنه كله انتشر بطريقة إنه الأطفال بيدور بتجري وكله بيدور على الأطفال وكل أم طبعا طلعت من الخيمة بتدور على ابنها. البشاعة بالموضوع إنه ما فيش كرامة إنسانية للإنسان حتى وهو بيموت. يعني تخيلي إنه جزء من أحد اللي تم قتلهم بالمركبة بالسيارة كان في جزء من الإنسان هذا من جسده على حذائي. طبعا أنا لم أتدارك الموضوع غير لما طلعت بدي أركب السيارة ولقيت الأشخاص برا بيلموا بقايا هذا الجسد، فأنا كتمت هذه الصرخة، صرخة غاضبة إنه شو يلي بصير. يمكن كنت محظوظة نوعا ما عن باقي الزملاء إني ما كنت أشوف الأشلاء. كنا نغطي قصص إنسانية أكبر من داخل الخيمات للأطفال والأمهات. أول مرة أشوف أشلاء، أشلاء إنسان. اللي فكرت فيه في لحظتها إنه هذا الإنسان إله أهل، يعني كيف هذا الإنسان كان مروح يمكن لأولاده لأمه لزوجته، عنده حياة. يعني احنا نستمع ربما الآن للمقطع هذا اللي صورتي وقت ما حدث وكنت مع الأطفال. خلاص عدي جوا عدي جوا. يعني أنت حضرتك كنت وقتها بتغطي كمان الحدث باللغة الإنجليزية وبعد ذلك بالعربية، أو حدث ذلك وأنت بتصوري وأنت أيضا صحفية، هل في هذه في مثل هذه اللحظات يعني وفي غيرها كنت بتخافي على نفسك؟ يعني في لحظة أنت ممكن تتحولي لأنه تساعدي أو كمان تخافي على نفسك؟ من المفارقات العجيبة أنه أنا كنت بعد لشفت الفيديو استغربت أنه أنا أول كلمة حكيتها لأولاد الولاد الصغار اللي بيصرخوا. أيوة. أنه أنا كنت خايفة على الأولاد. في لحظة بتحسي أنك أنت مش خايفة على نفسك مع أنك أنت خايفة على نفسك. إحنا بدنا نعيش وعنا أحلامنا وعنا حياتنا وعنا مستقبلنا وعنا أولاد بدنا نربيها، عنا حق لازم نعيش، حقنا إنه نعيش. وظليتي تغطي وظليتي تصوري. دعينا الآن نتعرف كذلك مع صحفي زميل أستاذ عبد الهادي أبو جينس من داخل قطاع غزة لمعرفة أكثر ما يحدث. أهلا بك أستاذ عبد الهادي. أهلا بكم وبالضيفة وبالسادة المتابعين أيضا. شمال قطاع غزة هو بالأحداث الأبرز هذا الصباح أو منذ الليل تحديدا، وفي بيت لاهيا خاصة. ماذا يحدث منذ الصباح في شمال قطاع غزة؟ قصف مدفعي عنيف طال عدة منازل قبل قليل مخيم جباليا، هذا المخيم الذي يتعرض بالفعل لعملية عسكرية معقدة جدا حسب ما توصف هنا.
هناك قتلى وجرحى من جراء هذا القصف المدفعي الذي طال عدة منازل في مخيم جباليا، وسبق ذلك كما ذكرتم منطقة بيت لاهية تحديدا حيث نسفت عدة منازل سكنية وأوقعت عدد كبير من القتلى والجرحى، بالإضافة أيضا إلى استهدافات ميدانية في منطقة الصفاوي والتوام، هذه المنطقة الواقعة غرب مخيم جباليا أو تحديدا إلى الغرب من محافظة الشمال. أؤكد بأن القتلى كثر، بعض المصادر الصحفية تتحدث بأنه ربما وصل إلى 1000 قتيل خلال هذه العملية المستمرة في مناطق شمال قطاع غزة، عملية النزوح أيضا مستمرة من قبل الجيش الإسرائيلي للعشرات من العائلات الفلسطينية التي ما زالت تقيم في بعض مراكز الإيواء في الأندية، ويجبرها الجيش الإسرائيلي على مغادرة مناطق الشمال باتجاه مدينة غزة. العملية الإجبارية، الإجلاء الإجباري لهؤلاء مستمر، وفي المقابل هناك بعض من العائلات ما زالت أيضا متواجدة في مناطق شمال قطاع غزة، خاصة في مخيم جباليا وبيت لاهية وبيت حنون أيضا. طيب، وكذلك في وسط القطاع في مخيمي البريج والنصيرات هناك كذلك غارات مكثفة. بالفعل قبل قليل كان هناك استهداف من قبل طائرات من نوع كواد كابتر للمنطقة الواقعة غرب مخيم النصيرات، ومصادر طبية في مستشفى العودة في داخل مخيم النصيرات أعلنت قبل قليل عن وصول قتيلين 2 و4 إصابات إلى المشفى من جراء إطلاق النار على هذا المحور الغربي من مخيم النصيرات، بالإضافة إلى استهدافات مدفعية من قبل القوى العسكرية المتمركزة عند نيت سليم. وذكرت مصادر صحفية أيضا قبل قليل بأن طائرات من نوع كواد كابتر استهدفت مجموعة من المواطنين عند جسر الشيخ رضوان في مدينة غزة، وأعلن من قبل مصادر طبية فلسطينية عن مقتل 2 من الفلسطينيين وإصابة آخرين من جراء القصف من هذه الطائرة التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي. هناك أيضا كان قصف مدفعي قبل قليل على منطقة عبسان الكبيرة الواقعة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، وأعلن أيضا عن سقوط قتلى في صفوف الفلسطينيين حسب المصدر الطبي في مستشفى. نعم، الاشتباكات حقيقة كما علمنا وكما ورد إلينا قبل قليل من قبل بيانات رسمية في منطقة الصفاوي، هذه المنطقة الواقعة غرب مخيم جباليا، هذه منطقة مفتوحة ويبدو بأن الفصائل تعتمد على كمائن وعبوات ناسفة في تلك المنطقة، خاصة وأن الجيش الإسرائيلي متوغلا في هذه المنطقة الممتدة من منطقة زكيم والسلاطين والسيفة ومنطقة العطاطرة وأتوام، بالإضافة إلى الجناح أو المحور الشرقي من هذه المنطقة شرق مخيم جباليا وبيت حنون. هذه الفصائل تعتمد أيضا على منازل مفخخة تكون مخلى من ساكنيها وتقوم بتفخيخ هذه المنازل. شكرا لك عبد الهادي أبو جينس الصحفي من قطاع غزة، وعودي لك يا أستاذة حنين حرارة، يعني حضرتك أيضا صحفية وكنت بتقفي أمام المستشفيات اللي ذهبت إليها ترتدين هذا الشعار للصحافة برس وتقومين بالتغطية. خدعة ليه؟ أو فخ. شوفي، كنا نعتقد أن القانون الدولي والمجتمع الدولي والقوانين التي وضعها تحديدا بما يتعلق بالعمل الصحفي في الميدان يمكن له أن يحمي الصحفي من أي استهداف مباشر، من أي عمليات ممكن أن تودي بحياته، ولكن ما كان يحدث كان استهداف متعمد بشكل مباشر تحديدا لمن يرتدي فيست الصحافة. طيب، هل استهدفتي بشكل واضح؟ لا، أنا لا أتكلم عن نفسي، أنا أتكلم عن الزملاء معي في نفس المكتب. إحنا كلنا بنتجمع كل يوم الصبح مع بعض، لما بنفطر بنفطر مع بعض، يعني بنتكلم عن حلقة واحدة، إن أصيب واحد سيصاب الآخر. نتكلم عن استهداف كان مباشر لبعض الأشخاص، منهم ذهبوا لتفقد عوائلهم فتم استهدافهم هم وعوائلهم. طيب، كنت بتذهبي لما ذهبت المستشفى الشفاء، كان ده في البداية صحيح، ماذا حدث في مستشفى الشفاء؟ ما شاهدتي؟ كانت المستشفى عبارة عن مخيم أيضا،
هي لم تكن مجرد مستشفى، لأن الناس كانت تعتقد أنه هذا هو الملجأ الآمن كون مستشفى الشفاء. لا يمكن أن يتجرأ الاحتلال أن يتقدم ويضرب ويستهدف المستشفى، كون الناس كانت مؤمنة تماما بالمستشفى تفترض الناس تكون أمان، حد أحمر أو خط أحمر، بحيث أنه لا يمكن أن يتم يعني تجاوز هذا الخط وضرب الناس هناك. ولكن للأسف اللي حصل كلنا نعلم أصبحت مقبرة جماعية مستشفى الشفاء، والحصار الذي كان مطبق على الجميع داخل مستشفى الشفاء كان يعني مرعب. بالحديث عن المستشفيات، القوات الإسرائيلية تحديدا في شمال قطاع غزة انسحبت من مستشفى كمال عدوان بعد يوم من اقتحامه، وقالت وزارة الصحة في غزة إن الجيش احتجز العشرات من العاملين في المجال الطبي من الذكور وبعض المرضى في مستشفى كمال عدوان أحد آخر مستشفيات شمال غزة العاملة. مسعفون قالوا إن طفلين على الأقل توفيا داخل وحدة العناية المركزة بعد استهداف للمولدات ومحطة الأكسجين في المنشأة يوم الجمعة. رفضت الطواقم الطبية أوامر الجيش الإسرائيلي بإخلاء المستشفى. الجيش الإسرائيلي أكد أنه أطلق سراح مدير المستشفى الدكتور حسام أبو صفية، إلا أنه قال لغزة اليوم إنه تعرض للضرب، ونشر مقطعا مصورا يظهر وهو يؤدي صلاة الجنازة على نجله الذي قال إنه قتل داخل أسوار المستشفى. يحكي لنا الدكتور حسام أبو صفية كيف بدا الحال أيضا في مستشفى كمال عدوان. طبعا احنا في الاجتياح لما دخل الجيش تعامل معنا بقسوة، يعني تعامل معنا بعنف، واعتدوا علي بالضرب، واعتدوا علي بالضرب كمدير المستشفى، وبالشتائم وبالإهانات والكلمات البذيئة. وطبعا كانت مضايقات واضحة وهناك تهديد واضح، لكن للأسف يعني احنا كنا قد وصلنا بغفلتنا لكل العالم، لكن لا أحد يعني جاب لي لمطالبنا. واليوم للأسف يعني على وشك أن تنتهي هذه عملية اجتياح لكمال عدوان، ولكن انتهت بمأساة باستشهاد ابني داخل أسوار المستشفى. هناك استهداف كان لكل العاملين الموجودين، لأنه صراحة الناس اللي بقيت في مستشفى كمال عدوان كان دفع الثمن ما يحصل، يعني كان استهداف الجميع، وابني كان واحد من الناس الموجودين يعني. وأنا بقيت في المستشفى لكن أخذوا كل الطواقم الطبية ما يقارب 57 واحد. بقيت أنا وطبيب واحد، مستلزمة طبية صفر، مخزونها صفر، ولا شيء موجود، ومنع أي شيء لأنه الوضع كان صعب جدا يقتضي. الوضع كان سيء بكل المعاني، سواء كان لفظي أو كان جسدي. يعني قمت جسد نفسي داخل المستشفى. دكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان تحدث إلينا عما جرى في المستشفى وعما جرى له أيضا ولابنه. أستاذة حنين، هل أعود إليك، يعني هل كان في وحين ذهبت إلى المستشفى الكويتي هل كان في يعني صور مشابهة أنه تقريبا يحدث أوامر للإخلاء في المستشفى ثم بعد ذلك هناك من يرفض الخروج استكمالا للعمل داخل المستشفى، بعد ذلك يحدث اقتحام، ثم يعني تظهر بعد ذلك صور تشير إلى دمار ويعني أثار الاقتحام؟ هو حدث ذلك طبعا في مستشفى الشفاء، يعني يمكن كان دكتور عز لولو كان من أحد الشباب اللي عمالهم بيغطوا دائما الأحداث من داخل أروقة مستشفى الشفاء والأحداث اليومية لحظة بلحظة، وحتى في حصار المشفى وتواجد الدبابات داخل المشفى كان متواجد هناك هو ويعني بعض من الكوادر الطبية داخل المشفى، لأنهم رفضوا رفض قاطع ترك المرضى هناك، يعني مين رح ياخد باله من الموجودين من الآخر؟ غير هيك إنه في عقوبة جماعية أساسا يعني للأسف ضد المرضى داخل المشفى، ضد الأطفال تحديدا حديثي الولادة. وتكرر الأمر في مجمع ناصر الطبي، يعني دكتور سامي منصور أيضا كان مسؤول عن قسم العناية المشددة في مجمع ناصر الطبي، كان من أحد الأشخاص الذين تبقوا للحظة الأخيرة حتى الرمق الأخير في داخل مجمع ناصر الطبي. وكنت موجودة في المستشفى الكويتي أيضا؟ نعم. وكان ده شكل التغطية الأكبر بالنسبة لي. نعم، يعني هناك كان الموضوع أصعب كمان. ماذا حدث في المستشفى الكويتي؟
أنت بتتكلمي عن مدينة رفح، يعني الأكثر اكتظاظا في غزة، فتخيلي، لك أن تتخيلي حجم الإصابات، الشهداء اللي بيتم للأسف نقلهم لمشفى الكويتي أو مشفى الأوروبي أو أبو يوسف النجار في الجنوب. لكن العجيب بالموضوع أنه مشفى الكويتي مش مشفى كامل، هي فعليا كانت وحدة أو وحدة طبية لاستقبال النساء الحوامل، النساء والتوليد. نعم. وأيضا شهدتي سيدات يلدن ربما في الخيام. نعم. دون معدات. نعم، نتكلم عن عدم أساسا توافر مواد طبية، عدم توافر خدمات طبية، لأنه في أمور يعتبر أنه أولويات أكثر بأنك تنقذ حياة مريض. طيب تمام، والنساء اللي بتولد في الشوارع بدون أي مقومات، بدون أي خصوصيات، بدون أي حمامات، بدون أي أحيانا خيمة حتى تقيهم من البرد، لأنه كانت هذيك الفترة كانت الأجواء ماطرة. في أطفال ماتت من البرد لأنه ما في ملابس، في أطفال ماتت من الجوع لأنه الأمهات ما كانت تعرف تردع أولادها من الخوف. أمهات للأسف شاهدت موت أهليها قدام عينها، وتاني يوم ولدت. تاني يوم ولدت، هاي الأم كيف بدها تردع ابنها؟ طيب مش عارفة تردع ابنها، كيف بدها تجيب له حليب؟ ما في حليب بالصيدليات، ما في مساعدات. وهناك كذلك من لم يجدوا الأكفان للموتى، يعني ربما وزارة الصحة في غزة تناشد أو ناشدت المؤسسات الدولية لتوفير الأكفان الموتى تحديدا في شمال غزة مع استمرار العمليات العسكرية المكثفة في شمال القطاع. اضطر البعض للبحث عن قطع قماش بسيطة عوضا عن الكفن. نستمع إلى هذه الأصوات. أعود إليك يا أستاذة حنين. حسن علي مطور الداير، مكفن في الشفاء ومن ثم المعمداني. الحصار الشديد هذا والخانق علينا بنواجه يعني صعوبات كثيره في تكفين طبعا الشهداء، بيجون شهداء مقطعين، ايه فيش عندنا يعني ابسط الحقوق اللي بطوها مثلا لانسان متوفي او انسان شهيد، انه يعني اقل شيء يعني ابسط الحقوق اللي كفن نصر فيها الموتى تبعينا والشهداء تبعينا. أنا المسعفة نيفين الدواسة في شمال قطاع غزة. طبعا إحنا بنتعرض لحصار شديد وخانق وموت وخوف وهلع يوميا، ومن كمية الشهداء اللي موجودين عندنا في شمال قطاع غزة نفدت الأكفان عندنا في شمال قطاع غزة، مش موجودة عندنا أكفان. إحنا منكفن الشهداء بالإحرامات وبالشواد اللي سلمناهم من الوكالة. المية أبسط حقوق الكفن، وحتى وهو مية مش لاقي الكفن اللي نكفنه فيه. أنا المواطنة مرفت الرياض البسيوني من سكان شمال معسكر جباليا شارع الهوجة. الوضع عندنا كتير كان كرب كتير لدرجة، ولحتى الآن وما زال الكل محاصر، حتى زوج وولادي كلهم محاصرين هناك. لما نطلعونا اليهود حتى من المكان اللي احنا فيه ما كانش حتى لدرجة كروسة اني انا مصابة اني اقدر اني يزقوني فيها في الشيء، لدرجة زقوني على خشبة تحت المي قاعد يزقوا فيها، والناس كلها تتجي حتى كتر الشهداء في الشيء، لا في عندنا كفان ولا في عندنا حاجة، حتى الكفن أبسط حقه مش موجود عندنا. الشهيد حتى عندنا بندفن، صرنا في بشار شاب إحرام وبنروح ندفن فيه، بندفنه. أنت لك كذلك توثيقات خاصة بشحن الأكفان والمستلزمات الطبية أيضا، يعني فكرة نقص الكفن للموت. تعرفي العجيب بالموضوع، في المرحلة الأولى من الحرب كانت المساعدات اللي بتيجينا عبارة عن أكفان بدل الأكل والشرب. صورة صعبة طبعا، موقف أكيد صعب. هل حقا العالم ينتظر منا أكفان. تقديم أن يقدم لنا الأكفان وأن نستلم الأكفان ويكتفي بهذا القدر؟ يعني هل هذا ما نستحقه نحن كفلسطينيين؟ طيب، ولكن أيضا أنا طبعا أنا عارفة أنه أنت يعني لست في حالة جيدة الآن ومتأثرة، أنت بتتذكري أحداث الآن. نعم. بيفكرك بإيه ما حدث؟ في مشهد أم تحمد الله إنها لقت راس ابنها، أن يتحول إنسان جسده من 80 كيلو ل 7 كيلو، يزن 7 كيلو، فيروحوا يجمعوا كده في كيس بلاستيك ويحطوا بيحفروا له وبيصلوا عليه
ولا تعلم أين بقاياه. أم أخرى تمسك إيد من جسد ابنها وبتقول لقيت إيده، الحمد لله لقيته كامل. كان هو ده يعني الشيء الوحيد، أصبح عندنا حاجة يعني اللي بيخليها تهدأ. تهدأ عندما ترى ابنها أو زوجها كامل، يدفن كاملا. والحمد لله أنه أهل الـ13 دفنوا كاملين. في هذه اللحظة تحديدا أنت لم تعرفي أنهم قتلوا بالأساس؟ نعم. كيف عرفتي؟ من الأخبار. يعني إحنا بالنيوز غالبا أنه بتتبع أبديتد على طول، لكن وقتها كنت في حالة شفت آخر، فتفاجأت بخبر بنفس اسم عائلتي أنه في استهداف لنازحين في النصيرات من عائلة فلان. فتتبعت الخبر مع قسم المراسلين وحكيت لهم أعطوني صورة، أنا بس بدي أشوف هم ولا مش هم. فبعتوا لي صورتين، فتفاجأت أنه والدي وأخويا متواجد في إسعاف مليء بالجثث. يعني للحظة قلت أنه ممكن يكون شخص آخر أو ناس آخرين وحاب يحاولوا يساعدوهم، ولكن تفاجأت بصورة لابن عمي تقريبا شبه متفحم. وتواصلت مع المصور اللي صوره وحكيت له أعطيني أي حد موجود حواليه، يعني أنا بس بدي أعرف مين اللي عايش. فكلمني أخويا وقاعد يعد لي مين اللي تم قتلهم ومين المصابين ومين اللي جيدين أو على قيد الحياة. تكلم عن ما يقارب 50 شخص كان في البناية، 3 طوابق، طابقين منهم نزلوا تحت الأرض وما قدروا يطلعوا باقي الجثث غير تاني يوم الصبح، والطابق الأخير طبعا تم تسويته بالأرض. على رأسهم كانت صابرينا، صابرينا الطفلة طبعا الشهيرة اللي كان ليها مقطع فيديو شهير وهي بتتلمس البحر ربما لأول مرة في حياتها. بالضبط، وهي واعية أول مرة بحياتها بفستان جميل. وبعد ذلك تاني يوم تقريبا الصورة انتشرت وهي صحيح. بنفس الفستان، ولكن هو فستان البحر وهي فستان الموت. يعني يمكن أنا يعني صابرينا كانت روح الدار وهي الحفيدة الأولى زي الفستقة كده. كنت يوم لازم أشوف إلها مقاطع فيديو، فلسه كنت مبارح قبل ما يتم قصفهم وقتلهم كنت شايفة لها الفستان البحر وهي مبسوطة على البحر وجميلة، كانت جميلة وغريبة، بتحسي إنها كبرت ما بعرف كيف، بس إنه كانت جميلة. فتاني يوم لما صار اللي صار أنا ما قدرت طبعا، إنه أنا مش عارف إيش أحكي، فبس نشرت مقطعها وهي في نفس الفستان على البحر وبنفس الفستان وهي بالكفن. الله يرحمها. يعني هيام أيضا والدة صابرينا هي معانا، ممكن تتحدثي إليها أستاذ هيام؟ هيام يا حنين كيف حالك؟ الحمد لله. أيوة معاك. أنت سمعاني؟ يعطيك العافية. سمعاتي، كيف حالك؟ إيش أخباركم؟ الحمد لله. أنتوا اللي كيف حالكم؟ العافية حبيبتي حنين، طمنينا. الله يرضى عليك، والله كلنا بخير الحمد لله. والله الحمد لله هينا تمام كويسين مع الوضع عم نمشي. كيف الجو عندكم؟ الجو الخيم احكي لي على بس الجو الخيم، برد مش برد ايش الدنيا؟ والله برد وصعب وكل شيء صعب، يعني فوق ما تتصور صراحه. يعني الله يعين الناس على الوضع اللي احنا فيه بصراحه، فيش حرمانات، فيش امكانيات، فيش ادوات تنظيف، فيش شيء، ما أحكي فيش. يعني كيف ممشي حالها لخيام وإشي بحط شادي وإشي بحط إحرام إشي بحط، الوضع صعب. طب يعني هيام، طب بالنسبة يعني لخواتي كيف خواتي؟ خير يعني كويسين الحمد لله، كلهم بخير. يعني بيجوا كل فترة طويلة يعني بسبب المواصلات والطرق والوضع طبعا. الحمد لله. هيام مش عارف ايش بدي اقول لك، بس كنا بنحكي عن صابرين الله يرحمها. صابرين انت كنتي معاها استاذه هيام؟ الله يرحمها طبعا. يعني كنتي معاها وقت ما راحت البحر صحيح؟ انت اللي كنتي معاها في مقطع الفيديو؟ صحيح، انا كنت معاها، كنا نازلين وفي الطريق نزلنا على البحر لاول مره فوت البحر. حكيت لعمي اللي هو زوج ابو زوجي، حكيت له
حكيت له بدي انزل صابرين اول مره تفوت البحر، يعني سنه من عمرها راح وما فتت البحر، فحكى لي حاضر. فنزلناها وصورناها كم صوره وشويه لعبه في البحر وطلعنا. كان باين عليها مبسوطه قوي في الوقت ده، انه يعني كانها بتلمس البحر لاول مره. هي لاول مره كانت تفوت البحر، يعني من اول من ولدها بتضحك. وكنا مبسوطين، هذا الكلام ده بالاستشهادها بفترة اسبوعين بالضبط. رحنا على المكان اللي استهدفنا فيه وهناك الله يرحمها. الله يرحمها. طيب ديروا بالكم على حالكم. ولا يهمك، الله يرضى عليك يا رب. حبيبتي سلمي على امي. حنين معايا. ايوه هلقيت حنين. امي بدها تحكي معاك، بدها تحكي لك حاجه على اعطيني اياها. يلا السلام عليكم. يمه حبيبتي كيف حالك يا امي؟ حبيبتي يمه الحمد لله. الله يرضى عليك يمه، الله يرضى عليك، خليك ولادك يا الله يمه يبارك في كل، الله يسعدك، الله يا ربي يهدي بالك. يا حنين يا امي. يمه الو. هيني يمه هيني سامعاكي. سامعاكي هي تغير حبيبتي يا أم حبيبتي، الله يما يرضى عليك. إذا في يما أنا مؤسسة بتعرفوها يما عشان الشوادر وإشي ولا حد سألتين أنا وحاجة. حضرتك أهلا بحضرتك، يعني حضرتك بتحتاجي الآن لخيمة؟ حضرتك موجودة في الوسط. إحنا بدنا شوادر عشان نعمل قيام. إحنا في الجنوب يا أم. في الجنوب. إحنا بدير البلاء مع البحر على المواصل. مواصل دير البلع. طيب يا أمي بنحكي بالموضوع، بنحكي إن شاء الله. احنا قاعدين بأرض بنحكي بالموضوع، بنحكي بيننا إن شاء الله. حبيبتي الله يعطيك الصحة والعافية وهدات البال يا رب، الله يحميك ويرفع عنا وعنك يا الله. ماشي يا مديروا بالك على حالكم. سلام على أبويا وأخواتي. دير بالك على حالك يا أمي، دير بالك على حالك. أتمنى لكم السلامة طبعا دوما. شكرا ليك يا حاجة. شكرا بيت، الله يسعد قلبك يا ما، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. يلا مع السلامة يا حبيبي. يعني طيب تملكي نفسك. أنا تعودت ونشأت في أسرة كريمة، حالنا كحال الكثير من الأسر في غزة، واعتدنا على حياة كريمة لربما يكون صعب على الإنسان في ظل حصار مطبق على غزة طيلة سنين كثيرة أن يبني بيتا، ولكن لكل مجتهد نصيب. وأهلي كباقي كثير من الناس المجتهدين في قطاع غزة من بنوا وعمروا وأكرموا أبنائهم، لكن ما نستصعبه الآن نحن أبناء الكرم وأبناء هذا الخير وأبناء هذا العز، جميعنا خرجنا من بيوت عز، أن تطلب أمك خيمة. أستاذة حنين، ننتقل لقصة أخرى حتى ترتاحي قليلا كمان. هناك ما لا يقل عن 45 ألف طفل في السادسة من العمر في قطاع غزة حرموا من سنتهم الأولى في التعليم بحسب منظمة يونيسف. مبادرة الأنامل الصغيرة تحاول تعويض بعض هؤلاء الأطفال الذين هم في عمر الروضة بتقديم أساسيات العلوم المختلفة. نستمع إليهم في هذا التقرير. علم فلسطين من كم لون بيتكون؟ من أربع ألوان. اليوم حنتعلم إيش هما الأربع ألوان، حنعملهم عن طريق النشاط، تمام؟ وهذا اللون، لون إيش هذا؟ أحمر. هكذا تعمل مدربات في مبادرة الأنامل الصغيرة المعنية بتعليم الصغار في عمر الروضة أساسيات العلوم المختلفة، والتي تقيمها جمعية الإنسان التنموية، كما يوضح إبراهيم غسان رئيس مجلس إدارة المؤسسة. احنا بنعمل بشكل مركزي مع الأسرة الريفية، لكن لما نشبت الحرب في 2023 اضطرنا أن احنا ننزح إلى منطقة قريب من البحر لمنطقة مواصي خان يونس. نزحوا معنا الكثير من الأهالي والسكان اللي كنا احنا بنخدمهم في الأساس، وضيف لهم العديد من السكان من كل المناطق المختلفة. كنا بنقدم خدمة لحوالي 30 ألف نسمة، صرنا بنقدم خدمة لحوالي 70 ألف نسمة. بدأنا نشتغل بالأساس بالوضع جديد مع الأغاثة، لكن مع الوقت لقينا يعني ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، لقينا في شغلات كثير أشياء أخرى
لازم احنا نقدمها، وخصوصا في الدعم النفسي الاجتماعي. ولذلك انشأنا خيمة متخصصة في هذا الدعم. بدأت الجمعية العمل مع الأطفال من خلال دروس تعليمية وأنشطة ترفيهية متنوعة لاقت إقبالا كثيفا كما يقول إبراهيم. عملنا ترفيه لهم، عملنا كل ما يمكن أن نحن نرجعهم لحتى يبقوا أطفال سويين يعيشوا في المستقبل ويحبوا الحياة. هذا جهد ما زال قائم وجهد صعب وليس سهل. بعد فترة فتحنا مدرسة، بدينا من روضة الأطفال ومن أول صف أول وثاني وثالث ورابع، يعني عندنا ساحة لعب واسعة. صرنا عاملين يعني مهرجانات تحت عناوين مختلفة، بس احنا بنهدف في هذه مهرجاناتنا الفنية الموسيقية أحيان يعني اللي بنقدم فيها أفلام بيعملوها الفتيان أنفسهم. عندنا فريق من المتطوعين حوالي من 35-40 متطوع ندعوهم، وهم تقريبا موجودين بشكل كامل، وهم يعني موزعين على الأنشطة المتعددة للجمعية. علا وليد هي إحدى المتطوعات المتخصصات في تعليم الأطفال، قررت أن تهب جزء من وقتها لتعويض الأطفال حقهم في التعليم. عندما نزحنا إلى هنا في الحرب جئت إلى جمعية الإنسان التنموية بهدف التطوع فيها ومشاركة في تنشيط الأطفال. هدفي من المشاركة هو تعويض الأطفال عما فاتهم في المرحلة الدراسية الأولى، هي مسك القلم وكتابة الحروف الأبجدية ومعرفة الألوان والأعداد وكتابة بعض الكلمات وتقطيعها. وهذه الطفلة ريمة التي تسرد ما تعلمته منذ التحاقها بالمخيم التعليمي. اسمي ريمة، خدت المنكسر وخدت الخط العمودي والخط الأفقي خط المائل. أنشأت منظمة الأمم المتحدة لطفولة يونيسف وشركاؤها 39 مساحة تعليمية مؤقتة في قطاع غزة تخدم أكثر من 12 ألف طالب. بالإضافة إلى ذلك تتواجد العشرات من المبادرات المجتمعية في مخيمات الإيواء تخلق سبلا للأمل رغم الحرب. أميرة دكروري، غزة اليوم، BBC. أولادك أيضا الآن بتحاولي أنه خلاص يستكملوا التعليم، هم خرجوا معاكي موجودين الآن في مصر. يمكن كان أحد أهم الأسباب اللي أنا أجبرت أني أنا أترك غزة وأستكمل عملي من هنا من جمهورية مصر، الحفاظ على ما تبقى وهم أولادي، أولادي المداد الباقي للعيلة بدل اللي راحوا. فكلنا بنضحي، وإحنا هان للأسف كمان حرب البعد عن الأهل وحرب إنك أنت إنسان حتى ولو كنت في أحن البلاد العربية ولكن تعتبر بعيد عن موطنك فتستنزف فعليا. وبنفس الوقت أنا بدي أعلم أولادي، ودايما بيحكوا لنا وقتش بدنا نرجع على غزة، لازم ترجع على غزة قوي، هذه الأرض بدهاش ناس ضعاف، فبتعلمي من الأساس تتعلم. لازم تتعلم ده في المقام الأول طبعا. لازم تتعلم علشان تفهم، ولازم تفهم عشان تعرف تتصرف بكرة بالمستقبل بس تكبر، وإلا أنت كيف بدك تستفيد وتفيد غزة؟ ولا أنت بدك ترجع بس غزة بس تفضى وهيك وتحكي توقف الحرب؟ وهي الحرب راح توقف لما اليهود مثلا أو عفوا الإسرائيليين ينسحبوا من غزة؟ فالأساس الآن التوعية. هو التعليم والتوعية. التوعية هي المفتاح الأساسي لكل البشرية ليعلموا من هم أصحاب الحق ومن هو على باطل، وما بني على باطل فهو باطل. بدليل أن الأولاد الآن الجيل جيل الألفية اللي هو 2000 وطالع أبدا لا ينسون، وكذلك 2023 وما قبلها لن ينسوا، لن ينسى الطفل مرارة ما حصل له من مأساة على أرض الواقع، ولن تنسى العيون ما رأت، ولن تنسى الآذان ما استمعت له، ولن ينسى القلب كيف رحل الأب وكيف رحلت الأخت وكيف رحلت الأم، لن ينسوا. شكرا لك يا أستاذة حنين حرارة، صحفية الفلسطينية من غزة. العفو. شكرا لك على مشاركتك معنا. وأنتم أيضا يمكنكم مشاركتنا قصصكم من قطاع غزة عبر تطبيق الواتساب على رقم 00201011113909. كما يمكنكم الإدلاء برأيكم فيما تستمعون إليه وكذلك طمأنة أحبائكم داخل غزة وخارجها من خلال التواصل معنا على الرقم ذاته. في انتظار تفاعلكم معنا، ولا تنسوا الاشتراك في صفحة البرنامج على منصة بودكاست المفضلة لديكم. إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم،
وغدا نلقاكم وحلقة جديدة من بودكاست غزة اليوم. معكم في إدارة التحرير إبراهيم خليل، في الإعداد مروى جمال، في الإخراج نغم إسماعيل، وفي هندسة الصوت طارق يحيى. وهذه تحياتي مها الجمل. إلى اللقاء.